ينضم إلي الآن من دبي رائد الخضر، رئيس قسم الأبحاث في مجموعة أكويتي. صباح الخير رائد، وأهلا وسهلا فيك. يا ريت تعطينا رأيك لو سمحت فيما إذا كان مؤشرات الأسواق التي ارتدت يوم أمس ممكن أن تستمر بالارتداد، ولا يعني هل وصلنا إلى قاع أم لا؟ يعني من المرجح بشكل كبير جدا انه هذه الانتعاش اللي عم نشوفها مؤقته جدا في الاسواق، طبعا لانه في عندنا كثير مخاطر لا تزال تسيطر، وراح نشوف وضع يعني اصعب بعض الشيء تدريجيا كل ما اقتربنا اكثر من الايام القادمه نحو منتصف العام القادم ان صح التعبير، لانه راح تبدا تظهر النتائج على الاقتصادات، راح تبدأ تظهر بشكل واضح على معطيات الاقتصاد الجزئي بالنسبة للاقتصاد الأمريكي وبالنسبة للاقتصادات العظمى اللي بدأت أوريدي تظهر هذه النتائج. ممكن نشوف انتهاء التقلص التدريجي بالنمو وبدأ عملية فعليا الريسيشن أو هي الانكماش في الناتج المحلي الإجمالي. أعتقد هذه القراءات ستتأخر بعض الشيء، وطبعا ذلك نتيجة التسرع والشدة الكبيرة بتشديد السياسة النقدية. ما يحدث في الأسواق يطلق عليه مسمى ديد كات باونس، وهو ارتدادة طفيفة في منحنى هبوطي مستمر بشكل يعني واضح، لأنه مقوماته صبا لا تزال موجودة. إنه نحن عندنا التضخم لا يزال عند أعلى مستوياته في 40 عام، لا يستجيب بشكل الكافي أو المطلوب لعملية تشديد عنيفة جدا في السياسة النقدية من كل البنوك المركزية، تحذو أحذو الفيدرال الأمريكي بعملية تشديد سريعة وكبيرة في أسعار الفائدة. بالتالي نحن عم نشوف الارتدادات حاليا هي سببها الرئيسي هو تفاؤل فيما يتعلق بالإيرنينج سيزن وأعلانات الأرباح. كانت بعض الشيء أعلانات أرباح البنوك التي صدرت مع نهاية تعاملات الأسبوع الماضي يوم الجمعة وبداية تعاملات هذا الأسبوع أظهرت أنه هي أفضل من التوقعات، لكن لا ننسى أنه هي انخفاضات تراوح بين 25% و30% على بنوك كبرى مثل جي بي مورغان و سيتي بانك وغيرها من البنوك التي أظهرت أنه في عندي تراجع واضح جدا بأرباح الربع الثالث. بكون الأسواق مؤشر استباقي، كون الأسواق يعني دائما هي اللي تهضم كل هذه البيانات وكل هذه المعطيات يمكن قبل العقل الإنساني وحتى قبل العقل الجماعي للمتابعين، ألا ترى أنه ممكن نكون وصلنا لمؤشرات لقمم بالتضخم لقيعان بالتراجع؟ شو يلي بيفسر لك أنه ديد كات باونس أكثر من أنه هو بالفعل بداية ارتداد؟ ببساطة صبا اللي هو إنه ما عندنا نحن يعني مكان آخر لتركن بها المستثمرين الأموال. يعني إذا نظرنا إلى الخيارات الموجودة أمام المستثمرين يلاحظون أنه لا تزال سوق الأسهم في الوقت الحالي تلبي احتياجاتهم فيما يتعلق بإمكانية الارتفاعات، إمكانية توظيف الأموال. لا نزال نرى ذلك من خلال الماركت كابس الضخم اللي موجود في هذه الأسواق أو أسواق الأسهم. بالتالي ذلك يصرف النظر بعض الشيء عن خيارات أخرى نحن بنشوفها مثل الأدوات الثابتة أو أسعار الفائدة اللي لا تزال أقل من مستويات التضخم بشكل كبير. بالتالي مفاضلة المستثمرين واضح، لا راح نروح سندات والفوائد لا تزال منخفضة، بالتالي لا يزال أمامنا فرصة في أسواق الأسهم، ولا تزال السيولة كبيرة جدا في هذا في أسواق الأسهم تسمح بأنه نبقى فيه. ولكن طالما بيانات الاقتصاد تظهر انه الاقتصاد يؤدي اداء جيدا، سوق التوظيف في احسن مستوياته، ريتيل سيلز لا تزال تظهر تحسن واداء ايجابي، الفاكتوري اوردرز بشكل جيد، الاندستريال او الانتاج الصناعي لا يزال قراءاته ايجابيه، الايس ام مانيفاكتشرنج لا يزال في المنطقه ال 50 وما فوق. بالتالي نحن يعني معظم القراءات اللي عم تطلع عندنا من الاقتصاد الامريكي لا تزال تظهر انه في عندي انا سوق الاسهم
مرشح لمزيد من الارتفاعات. بالتالي النقطة اللي نحن موجودين فيها أنه هل نحن في قمة؟ نعم موجودين في القمة حاليا، ولكن تحت ضغط تشديد السياسة النقدية، لأنه عملية رفع أسعار الفائدة لمجابهة التضخم، ونحن بنعرف هذا الشيء أنه عملية مكافحة التضخم المرتفع عملية أصعب بكثير من أنه تيقظ التضخم المنخفض، أي سوف يؤثر بلا شك على أداء الاقتصاد، لأنه عملية تشديد السياسة النقدية عم بتكون بوتيرة سريعة وأيضا برفعات أسعار فائدة كبيرة، سحب سيولة مفاجئة من الأسواق، ذلك يخنق النمو الاقتصادي، أيضا يرفع تكلفة الاقتراض بالنسبة للمشروعات التجارية. كل هذه الأمور نضيف إليها التوترات الجيوسياسية، نضيف إليها القلق بنتيجة الانكماشات أو الدخول في مرحلة الركود الفعلي في العديد من الاقتصادات، ذلك مع أزمة الطاقة، ذلك يضعنا في حتمية صورة أن يكون في عندي هبوط أو منحة هبوطي في الفترة القادمة. بالتالي هذا يغذي فكرة أنه نحن عند القمم ونتجه إلى اختبار يعني أغوار انخفاضات حادة في الأسواق، ممكن تكون فتيلة الاشتعال أعتقد شخصيا ما أن يعني ينتهي العام وتبقى مؤشرات أسعار الفائدة فوق 7.8 عفوا مؤشرات التضخم فوق 7.8 كمؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي. أعتقد هذا يعتبر بحد ذاته إشارة إلى أنه الطريق طويل جدا ويحتاجون إلى مزيد من التشديد، وممكن يكون يعني رفعت 100 نقطة أساس هي ما سوف يحرك الأسواق بشكل عنيف جدا، لأنه السياسة المالية غير كافية في الوقت الحالي لتحفيز الاقتصاد لوقف التضخم. السياسة النقدية يجب أن تتصرف بطريقة أسرع وأقوى، وحتى وإن كان ذلك على حساب النمو الاقتصادي تماما مثل ما ذكر جيروم باول، أي أنه معدلات الفائدة يجب أن تكون قرابة 5.25 مع الشهر الأول إلى الشهر الثاني بشكل سريع جدا، أي رفعات نعم. أسعار فائدة أعلى من الوضع الراهن. وجهة نظر مثيرة للاهتمام، شكرا جزيلا لك رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث لدى إكويتي.